يعني كم ليش؟ لليوم 90 ها مو قوي نقاط يعني لا قوي انه داس على نفسه لين وصل اليوم 90 ليه؟ سهلة ترى طب الناس يقعدون 6 شهور دورات عسكرية خليك من دورة عسكرية بس يطلعون صح؟ اي دورة عسكرية يطلعون 5 جمعة دورة عسكرية طيبة عادي يا رجال ان شاء الله بنجلس نتربع ان شاء الله نقعد على تبودهم اي والله نجاز ساكمدهم أعوذ بالله قصار إذا أنه ما مرتاح للوضع فأني خلني يا شيخ من دخلت إبراهيم أنت دخلت إيش في اسمع خلك أنت دخلت إبراهيم جمع دفتري بقدر أكتب منه أمس قاعد أذاكر أنتوا جالسين تلعبون وأنا شوف قاعد أدفر متى أمس في الليل ساكن ما أدري الساعة 3 والله صاحي بالليل دفرت إيه أنا حللت أنا أم الدفتر يا أخي شوي شوي من الحماس بغيت أطلع أشرح ما شاء الله عليك لا أنا ما قدرت شيء بالمرة الله يستر ما قدرت أمس بالليل والله المهم أنا والله هني أكل واحد من الشباب ماشي يسولف مع واحد يقول أشوف أنا قاعد أتقلب شو اسمه جالس أتقلب وأرقد خلاص أوه مدروخ أبو نوم أنا لي يومين ما نمت إلا 3 ساعات بس بس وش اللي حاطكم؟ واحد من الشباب ماشي يقول له واحد يقول له واحد ثاني ما ادري هو يسال عن اهله او شيء انا سمعتها ايش؟ سمعت انه يقول ها تبي تروح تكلم اهلك الحين؟ او لك خاطر تكلم اهلك؟ فزيت شباب الجوال وهنا وانت نايم وين نايم؟ شباب من الجوال؟ يقول احد جاب طاري جوال احد جاب طاري شيء احنا نسولف بسالفه ثانيه ايش دخلك انت؟ لا هذا يسمونها بكتيريا الجوالات هستيريا الجوالات لا بكتيريا في جديد بكتيريا جديد جوال كذا يمشي شوف هذا الحين لو كسرت صدق عاد انا والله عندي اقتراح هذا الحين لو كسر 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 هذا الحين لو كسرت نقعد نجيبه ايوه ابراهيم ولد هي 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 ترى شوف انا وشو ترى منظم اكتب عليك خصم ترى يا رجال حلال عمك لا يهمك يا ابن الحلال ما يصحي من حلال ابن الحلال ايش فيك تكفي ذاك اليوم الخشبه اللي انت ناطلها ها ديك حقت المسبح لا بجيب واحده اي خشبه الدويره ذيك حقت يسحبون الخيول فيها مدري ايش الحنطور مدري اي ايش فيها؟ بعد بتوديها مسبح ولا بتودي بعد تكسرها؟ لا يا شيخ هذيك يا شيخ شوف الحين ما احلى شكلها وقسم بالله اني اضفت لمسه جماليه للمنتجع اصبر علي يا شيخ شوف هذا الحين نشب هنا الحين نجيب واحد ثاني هنا يا ابن الحلال طلع صوتها يضرس يا ابن الحلال صوت يعني يجيب الصوت هذه ما احبها اصبر علي يا رجال كذي تحس انه يجيك شوف الحين التفاعل زاد 1% لو في شوكه ثالثه كان يضبط الوضع يا ابن الحلال ما بس ما ينكسر والله من هذا الصاحي ما ينكسر لا لا انطرب بالذات شو اسمه هذا من اول ما جينا ما في شيء ينكسر ادوات مطبخ هذا يحطونه في الطرق السريعه يحطونه صابون داخل اي والله اي والله انه صادق تمسك خطوط انت ما شاء الله تدري من جد من اول ما جينا ما انكسر ولا شيء هنا صح؟ لا 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 ما انكسر شيء ما ينكسر حتى اللمبات عمرك شفت لمبه خربت من هنا؟ اي ما خرب ما تخرب اللمبات اللي فوق ذي امس ما يطفي امس فيها قمت طفت الكهرباء يا رجال هذه يا اخي امس طفت انا كنت هنا وطفت والله؟ بعدين عاد زانت سبحان الله طفوا كم شغله وزان لا لا طفوا عشان العين عشان ما يجي عين الشباب ما حد يتكلم عليها شيء يا سلام يا مكثر يا رجع ها؟ تو الساعة ما صارت واحدة ما جانا خبر انه موجود الساعة 1:05 1:05 بس الخبر يجي بدقة ويجي بشغلة يدخل مثل موجود؟ ها ما جاء لا 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 جالسين يقول شيء هنا ما في احد هذا الحين صام الوقفة ولا ذاك صام الوقفة؟ من صام الوقفة؟ كلهم صاملين صاملين؟ اخ يا دنيا اشتاق يا اخي اشتاق لك تاكت والله عندي سيناريو حلو تاكت اكتبه ولا اسحب عليهم والله صراحه قصه حلوه وكان في متعه فيها اسحب على الجميع اسحب عليهم اسحب على الجميع ما يصلح كذا اسحب على الجميع شوف وليد اذا جاء لا تسولف امشي والله بوليده وليد اذا جاء لا تسولف وليد
اسمك وليد ولا وليد؟ ما انت وليد. وليد حليب. تعال اخذ لك شو اسمه؟ بريكفاست. بريكفاست. فاست بريك. ما شاء الله اول ما يصحى ينام يفطر. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما عندهم هنا بانكيك وكذا حركات. ما يضيع اي وجبه وليد. ما شاء الله. اوه هذا عبد المجيد عاد. عبد المجيد ترى قافله معه من امس. والله. صدق والله قافله معه؟ ليه؟ انت من اي عبد المجيد؟ ليش تقفل معك؟ تسربت الاسماء. تسربت الاسماء. تسربت اسماء اسماء. تسربت اسماء اسماء. واسماء ما لها اسم محدد. الا يا رب. يقولون جهز شنطتك من الحين. كلكم نمنيه لنا يا رب يا رب. سعد الدوسري يومحهم والله. انا دقن علي يقول وش رايك نحطك ما نحطك؟ انا ها احتمال يدخلون نمنيه بواسطه. يقولون نجيب هذا ونحطك نمنيه. احتياط. عليك يا عبد المجيد ابشر بالخير ابشر بالنمنيه والنم الطيبه. تستاهل. فارك فارك بيرق البرايم. ابد اذا طلعت يا رب. بالحفر كم بول موجود؟ هذاك ها؟ تضبطهم بالمولات مهرجانات وشغل عدل بدل. شوف يا شباب انا صراحه اعاني وبتفتح جديد هذه كلها لي انا حاجزها. انا اعاني مشكله صراحه. المشكله هذه انا ابغاكم تمسكون ايش اسمه اذا طلعت امسكوا حساباتي. امسكوا حساباتي فقدام وسووا لي ريتويتات وسووا لي حركات هذه. بد اذا طلعتوا جيب جوال بعد بجوال عشان وحساباتي وانا احطها باي جوال كم جوال عادي يجي يجي حسابين في وقت واحد خلاص جيب لي ايفون يجي 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 جيب لي ايفون شايفني شايفني حمد الله موزع جوالات حمد الله موزع جوالات؟ اي والله 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 بروح والله الفريق قدام حقه اعطاهم جوالات خذوا يا الربع ها والله اللي بيوقف معي هذا جوال يلا والله قوي ما شاء الله عليه رجال بروح والله بصير الفريق دامه انا لو من إيه بس في الكويت معطيهم مو بهنا في السعوديه لو اني منسحب من البرنامج وشغال فريق قدام اخويا والله هذه وقفتكم لي هذه جوال لكم والله فريق قدام تمشي اعطيتهم دعيت لهم بس قلت لهم قلت لهم والله انا دعوات واذا طلعت الاول بالمدرسه مدرسه حياتك تجلس فيها مؤدب كذا اذا طلعت الاول بضبطكم ها؟ وين شو معاذ؟ معاذ ما صحى صح؟ لا لا ما صحى قاعد ولا لا؟ والله ما شفته روح روح مر عليه بروح قاعد ما انت بناقص خاص وسومات يا صابر الوقفه هذه يا اخي والله نكبه الطرف الثاني هذا القوة الثانية يا اخي الضعف الثاني مو القوة الثانية والله صدق والله يا اخي والله تخيل تطلع عند القوة الثانية حق الاسبوع الجاي ما ارضى انا ما ارضى ما موافق انا النفس داخل وداخل ما يصح ترضى علي اني ارضيك ولا انت ما تروى على اخوك ايش فيك انت تصايح ناس صباح الخير؟ لا ناس يقومون يا اخي ياكلون ياكلون يفطرون تعالون ابليس ما تقوم تصايح وتزعل هالقدر ذا من جدل النفس ما ترضى علي اني مرضيك هلا والله يا لي يا قلبي تيك تاك يا والله هذا النفر هذا مضبوط اني ارضيك ولا يا اخي حبيت الانسان ذا ترضى النفس ما ترضى على اخوك ان يرضيك انا ولا انت ما ظنتي على اخوك جاني ترضى جاني طلب يا اسمعي جاني طلب من احد الجمهور من احد الدعاه ايه من احد الرعاه طلب مني رقم جوالي قبل قليل احد منهم؟ واحد جاء يقول اعطني رقم جوالك اي والله بالمستشفى قال لي وقلت اعطني رقم جوالك دق على مين يا زاحف اقول له جوالي مع الاداره كيف تدق عليه يقول كذا صدق قال يا زاحف انت تطلع ابراهيم لا طلعت ابراهيم قلت والله ما رد حلو يا جمهورك متفق انك تطلع ابراهيم ها شوف انت علم لي متى تبيني اطلع من البرنامج ابيك تطلع من البرنامج تبيني اجلس انشب لهم نشبت انشب يا رجال والله حلل الناضج حللتهم ايه حلل رصيدك حللت عشان يتكلم عن الناضج اي ابدا تبوني احللهم حللتهم انا اليوم بطلب بس اخاف اطلع منك اطلع منك بش اسمه تعرف العربيه الخضراء هذه جايين دب يا رجال هنا رز ودجاج ولحم يا رجال انت مو وقعت العقد قالوا لك نعطيك اكل وشرب مستفشي 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 ايش مستفشي؟ مستشفى مستشفي ما يحتاج مستشفى جاي معي مستشفى معي متنقل والله وحاطه في الدولاب وفرت وفرت لنفسي والله انا ما اخذ ادويه بقيمتها فوق ال 500 ريال ما خليت شيء ود الفاتوره يعوضونك منهم مش فاتوره رجال رجال نفسي هذه
لا وتخيل لا حتى جايبين حتى من الهبال جايبين مكمل يسمونه ايش مكمل ايش مكمل غذائي مكمل فيتامينات وفيتامينات فيتامينات عشان لو صام الوقفه ما جاني شيء تعبت ولا شيء لا لا تحتاج مكملات مثلا بديل السمك شو يسمونه والله ما ادري شو اسمه بغيت اقول اليوريوم هذا عاد من قوت الصرصر لا لقيت فيه تيتانيوم وتيتانيوم مكونات يا ابن الحلال لا تكسر الدنيا علينا يا ابن الحلال يا صامي في بيتنا بس اسوي كذا ينكسر الصحن ليه؟ عشان انا تعبان بلا فلوس لا هذا اصلي عبد الاله موجود احد جاء اي ما عليه نمشي الحين احنا بس خلي سعد يفطر يكمل فطوره عبد الاله احبك ما تقول نفس كذا بس قلت لا خفت انك تستحي تنحرج بعدين ولا شيء يا اخي سبحان الله يا اخي استحي اطول تمام في فطور نجيب لك فطور بعد ما فطور كم عندنا من سعد النايا هلا عبد المجيد عبد المجيد كيفك صورت البارح لا ولا ما صورت لا فاضي ورب وش السالفه ما ادري هل انت غني انا شفت غني هل انت اكلت من الناضج كم يوم اكلت من الناضج ما الذي كم رزه كم رزت نسخت منك على الأرض؟ لا هل تعلم ما قيمة وجبة غداء؟ ذكرتني يوم الاثنين عندي مطبخ يا هذا المطبخ ذا يوم الثلاثاء عندي مطبخ المشكلة بدي معي وليد مدري ما عاد معي إيه الشهراني يا محمد يا محمد يا عبد الله واحد منهم عبد الله الشهراني عبد الله أنا معي محمد وصالح عبد الله الشهراني يا هذا المطبخ ذا يا أنها غثيث يعني يا اخي والله اني احب ابو علي واحب فقط المطبخ بس ما احب اطبخ لا جاي محمد ودي ارتب صحون اسوي لي اي شيء جاي محمد يقول ها وش تطبخ تطبخ لنا قلت يا قلبي وش يا رجال امس رحت مطبخ بس هنا بس قعدت شوي جاني اكتئاب تعرف اللي احنا يقول لك لما يفتح كتاب ويذاكر يجيك اكتئاب ها لما ادخل المطبخ يجيني اكتئاب طيب امس لما ذكرت ما جاك اكتئاب بعلمك لا يجيك لا عادي اخذت السمك عيالي السمك ذول الصغار وراح اغسلهم هنا في المطبخ اكتئبت انا والله تعبت نفسي غسلتهم قعدت اقول يا ريتني ما جبتهم زي ما طاح هناك لا كنت مسكتهم باليدي واحطهم في حطهم بالصحن انا حطهم بكاس حطهم بالكوب هذا بيب كاس وحط الكاس ممكن اشربهم منه استغفر الله العلي العظيم يا ولد ايش فيك انت؟ لا لا كاس ريحته سمك سمك كيس هذا اللي يسمونه الكرتوني كاس كرتون ذا اسمه مو بكاس يا ابن الحلال يا ابن الحلال قلبت ايش اسمه المواجع اي اذا مو طبيعي بالله كيف صابر عليه في الحفر عندك حفر الباطن استغفر الله اي عبد المجيد بالحفر ذكرت سعد عبد المجيد وانا انسى سعد قوتك زهايمر بس الاشياء هذه ما انساها البلاوي ذي الحين الدفتر لا صدق ذكرت ذكرت شوف ذكرت لا لا شوف سعد اللي يقول اسمعني يا رجال بالله كذا قاعد تقلب اسمعني في دروس اخذتها ما ادري شلون اخذناها الحين جيب الحين جيب الدفتر خلني بس بلقى لي نظره بس مع صالح الزهيري ترى حر الحين وشباب يطبخون خلنا نطقطق على جنب شوي كلمتين وعقب المغرب والله يطالبون فيني يطالبون براسي اليوم الضيوف يقول نبيك يوم بكره تكون موجود قلت ايش تراني مطلع نمنيها اي قصايد لا ما انت بتطالع يا شيخ انت قال لا تجي بكره انا بنجي بكره عشان نقعد معك شوف. قلت واذا ما كنت صاحب نصحيك من شوف. يا ابن الحلال ايش فراك وانتم اللي جو قبل شوي والله ما اعرفهم شوف. شوف 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 اعطيك شيء بس يقول لك كل عيالنا الصغار يحبونك يعني الصغار ما شاء الله تبارك الله هذا النبي والله استنس النبي. واحد عاد صور معي قال صور عشان اوريها ولدي والثاني يقول باخذ رقم جوالك يا اخي حسيت نفسي اني قوي يا اخي وما اعرفهم ترى سبحان الله الله يزودك يا رجل تستاهل تستاهل والله طلع عاد ابو علي من بعيد كذا يوايق علي سعاد الدوسري شايفك لا حوط له وش شايفه كذا وانحش من وين طلع ما ادري وين طلع شايفك المهم شوف امس مستلمة ترى ابو علي اياها ترى اخر الليل شفته قلت وين اللي يقول بطبخ لكم مضبي قال انت تقول في الكاميرات انك سمين قلت بطبخ مضبي تبغى بعد ما شاء الله شكلك والله بطلع مثلك ابو علي نسخة ثانية شوف سعد الدوسري احمد سعود وليد منصور منصور شين ذا هذا وافي الأربعة عبد الإله هذا اللي ما بيطلعون برايم اليوم لا سرور بعد لا سرور مايبي مايبي لا لا عشان القوة الثانية خصميات وكذا شوف برايم ما تدري ترى هذول الخمس هذول الخمس ما هم داخلين عندي خبرهم هذا هذا أول واحد بيحضر
هذا الله اعلم. هذا ما تدري الخصومات الخفيه انه يعني انه واحد جاء قال عليك خصم؟ لا بس ما تدري ميبي ميبي قصه المايك لحاله. هذا يا شيخ يا رجال هونها تهون ولا بهل العافيه. هو على قولتهم من طاعه ابراهيم يقول ما طاح من النجوم يخاف للسماء. شيء مكتوب يقرب عليك ما شفت انا سعد انفسك من هالصبح. واو واو بس صدوركم ما بهل العافيه. العافيه خبزه دافيه. نعم نروح الحفله وانت على طول احنا بتطلع الحين. يلا خلنا نسالكم اسئله كذا. فرضا انت ابراهيم يا عبد المجيد معلش بعيد الشر عنك يعني بعيد الشر عنك بعيد الاضحى قصدي. اي انت الحين طلعت ابراهيم تطلع من هنا وش وين تروح؟ لا اكثر على طول. لا هم يودونك ظني صح الحجزون لك ولا ايش الطريق ولا ايش النظام؟ انا ما قد ما اعرف كيف اخلي لهم لاني انا سمع صراحه ان في شباب حق زد رصيد يقول ان اخذنا دورات تدريبيه. اي بس انا اخليه وامشي. ما تبي دورات؟ ما نبي حاجه. في دورات؟ في دورات هنا الحمد لله. وين دورات؟ ما ادري كل يوم انا واحد من الشباب من صديق لي زد رصيد بدون ذكر اسماء قال لي انك عندنا اخذنا دورات يعني استثمرنا خروجنا قوينا انفسنا يعني. كل يوم اثنين دورات هنا. عندك دورات ما شاء الله تبارك الله. كل يوم اثنين؟ كل يوم تجيك كل مغرب. الا في دورات في معاهد تاهيليه زي كذا يعني. انت تاخذ دورات على حسابك يعني؟ يمكن. ما ادري. ما ادري ايش يصير يعني. يا رجال انت عندك هنا الدورات ترى ب بعدين طيب جداً. انت ترجع بعدين اخر الاسبوع ترجعون ما يرجعون؟